شو اللي كيقوم به، نشكروا الامناء ان شاء الله. احنا ماشي دابا الطريق نجبروا الرباط ان شاء الله، وكنتمنوا من الله يوفقنا ونجوا رابحين ونفرحوا الجموع العرائشي، وكنتمنوا من الله نكونوا على حسن الظن، وان شاء الله النتيجه تكون بفضل ديالنا ان شاء الله. وكنشكروا من هذا المنبر الاخ محمد عدسو من هذا المنبر العربي والمدرب ديالي والرئيس اسماعيل السعدان، كنعطيهم تحيه كبيره. كنشكروا الناس اللي وقفوا على هذا المونديال يدوا هذا ودعموا وساهموا بان يكون النتائج مزيان. وكنشكر خيي جلال المدرب ديالي وقلع الدالي وسام الغرناطي، وكنشكروا الناس اللي في اوروبا اللي دعموا هذا الاخر، وان شاء الله يكونوا في حسن الظن باش نشرفوا بالمدينه ويعرفوا بان العرايش راه فيها الدراري كيكبروا راه ما منسياش ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم خوتي، نمشيو نقطعوا بالروح ديالي. نمشيو نلعبوا كره اخوتي كيف عادي بحال كنلعبوا اي ماتش عادي، ماشي شي ماتش كانت تلعبوا كره عاديه بحالنا بحال حتى هما برزلو حتى حنا برزلو، ندخلوا نأديو الواجبهم في التيران نلعبوا كره نطيحوا كره صافي، ونتمناو داك الشيء يخرج مزيان اخويا. صح صح، لعبوا كره ديالنا مزيانه ونتمناو ما يتقصح حتى شي واحد، هذا هو المهم. السلام عليكم، كنشكر محمد وخدم هذا المنبر باش تلقى الشرف نلعبوا في فتح الرباطي، وشكرا للعملاء وسام الغرناطي وتوفيق الدراري. كنشكر كاع الامناء وكار اللي حاروا، كنشكر رئيس جمعيه وفاء العرائش السي عبد الله الزاكي والمدرب عبد الرحمن المهيدي، كنشكرهم على كل ما داروا معنا وكل ما ساهموا حتوا ما توصلنا لهذا الشيء اللي كنا فيه وصلنا فيه دابا حنايا. ان شاء الله ما نخيبش الظن ديال مجلس الامناء اللي اختاروني من ضمن لائحه ديال ابرز لاعبين في الدفاع. السلام عليكم اخوان، صباح الخير على الجميع، وكنشكروا القناه الفجر على المتابعه ديالها المونديالتو من البدايه ديالو الى النهايه حتى المباراه اللي غتقام ان شاء الله بالرباط مع الفتح الرباطي. وكنشكروا الامناء على هذه المبادره الجميله، وكنشكروا اللجنه التقنيه اللي سهرت على اخراج هذه النخبه من اللعبه اللي خرجت من المونديالتو. والحمد لله كل شيء غادي على ما يرام، حنا غاديين في الطريق، الله يوصلنا على خير باذن الله. وهذا الشيء ما كاين، وكنشكروا قناه الفجر على هذه المواكبه ديالها ديال هذا الحدث الرائع. وشكرا. السلام عليكم سي خالد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا ولد انا التصوير. نعم كنشكروا، بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا قناة الفجر على هذه المجهودات اللي كدير لتعريف هذا المونديالتو والمجهودات اللي كيقوموا بها جميع الفاعلين، لا الناس اللي كيدعموا ماديا ولا الناس اللي كيتابعوا مثلا اللعابه ولا الناس اللي دربوا ديك الدراري ووقفوا معاهم حتى لعبوا هذا المونديالتو. وحنا الاخوه اللي كانت عندهم فكره المونديالتو عندهم واحد الاهداف هما غاديين فيها، حققوا واحد الهدف الاول ان المونديالتو تسالى، ثاني هدف هو انهم داروا منتخب، الهدف الثالث هما كيديروا مباريات مع فرق على عسى لا نوصلوا شي لعابه يعني يلعبوا مع شي فرق في المستوى باش تبان هذه المدينه، لان كنعيشوا واحد مجموعه ديال الكباوات هنا في مدينه العرائش في جميع المجالات، خصوصا المجال الرياضي، لان مشكل الرياضه في العرائش كارثي، يعني ما كاين لا فضاءات لا امكانيات لا والو. وكنتمناو حنا ما ياسينش، حنا باقيين غاديين، يعني كان رغم واحد المجموعه ديال التشويشات الانسان والهضره بزاف، المهم كل واحد كي يتكلم على شنو كيشوف شنو كيفهم، وكان له متواحد وكل واحد عنده الحق يعبر على الاراء ديالو. كنشكروا الجميع، تحياتي. المهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الاخوة الكرام، حقيقة هاد التظاهرة اللي دارت بمشاركة ديال مجموعة ديال الاخوان اللي هما امناء ديال المهجر، وكذلك اللجنة المنظمة لارا سيتي والاخوان ديال اللجنة التقنية، ففي الحقيقة هي كانت واحد البدرة بدات الاول من اجل كنعرف كيما واحد الحلم
ولكن الان اصبح حقيقه وواقع. الحمد لله النتيجه هي هذه. دابا حنا ماشيين يعني في اطار التشكيله ديال المنتخب ديال مونداليتو باش نلعبوا مقابله مع الفتح الرباطي. فالشكر الجزيل للاخوان اللي ساهموا في هذه العمليه هذه، لان نعتبر بان كره القدم هي وسيله من وسائل ديال التربيه والسلوك والاخلاق من اجل اخراج واجتتات مجموعه ديال الفتيان والشباب من واحد البؤره ديال انحرافات ممكن تكون جمعها من الهات الى مستقبل لا بالنسبه للمستقبل ديالهم الرياضي، مستقبل ديالهم المادي الى غير ذلك. فجزيل الشكر لجميع الاخوان وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المخلوقين وعلى اله وصحبه وسلم. اولا بادئ بدء اشكر جزيل الشكر العلماء الامناء العظماء البسلاء اللي قاموا بهذه الفكره العبقريه اللي ما سبق لاش مثيل، واللي غتبقى ان شاء الله قدوه ومنهجيه غدرسها عبر العصور. وهذا ان دل على شيء انما يدل على التفاني والحب والغيره ديال هاد الامانه على هاد البلاد السعيده الحبيبه العرايش. وكنوه من هذا المنبر هذا اللجنه التقنيه العظيمه اللي ابانت على مصداقيه واخلاص ونزاهه وسندت هذا المونداليتو بكل ما اوتيت من قوه، يعني من البدايه الى النهايه. والحمد لله حنا كنجنيو الثمار ديال هذا وكنشكر من هذا المنبر هذا اللجنه المنظمه برئاسه السيد اسامه الغرناطي اللي ابان على واحد هذا التمكن ديالو من التمكن الكبير يعني من اداره هذا الدوري العظيم. وكان يعني مهند المنبر هذا يعني كنجنيو الحمد لله النتيجه ديال هذا المونديالتو، وهما الامناء مره اخرى كيبلوا بلا اسحاس وكنضموا لنا يعني الحمد لله هذه المقابله العظيمه اللي غتجرى ان شاء الله مع الفتح الرباطي، وغيبينوا ان شاء الله على المهارات ديالهم. وهذا والهدف ديال هذا المونديال كامل باش نقدوا هذو وليدات هذو ان شاء الله ويمشوا لبر الامان، وتا هما يبصموا البصمه ديالهم عاوتاني يعني مدينه العرش بحال اللي بصموا هاد الاخوان اللي الحمد لله بحال هاد الوجوه اللي قدمنا يعني خلاو تاريخ. حنا عاوتاني ان شاء الله كنطلبوا هاد الوليدات هادو تا هما يبينوا الامكانيات ديالهم ويعملوا التاريخ ديالهم. وحنا ما خلقناش باش نبقاو، راه كلشي يعني فاني. حنا كنعملوا واحد الاثر طيب ان شاء الله اللي غيبقى من بعدنا ان شاء الله ويذكره الاجيال، وان شاء الله من جد وجد وما سار على الدرب وصل. وشكرا للجميع وشكرا لكم وشكرا للفعاليات اللي ساهمت في هذه الفكره العبقريه، ومزيد من الانتصارات ومزيد من التالق ان شاء الله المدينه الحبيبه. وشكرا لكم والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
Enchanté, enchanté de faire votre connaissance. Ah, ça manque là, les avant-centres. Oui, c'est lui qui a organisé cette ce match, oui. Okay. C'est lui qui a fait le contact, oui. D'accord. Ah, c'est bien, c'est... Merci beaucoup déjà. Merci beaucoup et on va bien regarder. Si jamais il y a effectivement la possibilité de collaborer, on la mettra en œuvre. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir et merci pour votre confiance. Merci. Au revoir. متابعي قناة الفجر سبور، اهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا النقل المباشر والحي وتسجيل الهدف الاول قبل منذ البداية. الهجمة الاولى تعطي هدف اول لفائدة نادي الفتح الرياضي. قلت اجدد بكم الترحاب متابعينا الكرام متابعي قناة الفجر الرياضية من مدينة الرباط العاصمة الإدارية وبالضبط من معقل فريق الفتح الرياضي الرباطي. اقول النتيجة مسبقا فتعرف تقدم نادي الفتح الرباطي بهدف مقابل لا شيء. ايمن تدخل ممتاز، ثقة كبيرة محمد العربي، مرر الكرة للاعب الرايس، كرة في وسط الميدان، خطيرة هذه المحاولة، تدخل الدفاع والهدف الثالث. الهدف الثالث كيسجلوا اللاعب ريان المدني، يونس العلوي، بيرو، تمريرة ممتازة في اتجاه اللاعب أيمن شنيخ. أيمن لازال محسن الكرة داخل معترك العمليات و تفدت ضربة الجزاء بواسطة اللاعب اللي تحصل عليها أيمن شنيخ وبالفعل يسجل هدف سادس. النتيجة تتغير الآن 6 أهداف مقابل لا شيء لفائدة إتيان نادي الفتح الرياضي الرباطي أمام منتخب مونديال الأمناء العرائش. قلت أن النتيجة غير هامة وغير مهمة في مثل هذه المناسبات فيما
الأهم هو الاستئناس بمنافسات فرق ومدارس كروية منظمة بهذا الشكل كنادي أو نادي الفتح الرياضي الرباطي بإمكانياته الكبيرة. Non, c'est nous, c'est nous. Demain, on va y faire la route pour venir. Mais nous aussi, on viendra à l'arrache. On viendra. Merci. 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 شكرا كلمة كلمة طيبة. انسجام شو انسجام اللي مجني ما كاينش بيناتكم اللي خلى داك الفرق صافي. السلام عليكم. شكرا لقناة الفجر سبور على المواكبة ديالها لهذا المونديالي توم، يعني من البداية ديالو إلى حدود الساعة. فاليوم كانت مباراة، أول مباراة بالنسبة لهذا الفتيان هادو. أول حاجة باش يكون محك لهم، أو لا بغينا نقولوا أول محك لهم، وخا جا في واحد الفترة يعني وجيزة، يعني من بعد يعني ما كانش واحد الاستعداد 100%، ولكن الحمد لله اليوم شفنا طاقة يعني خامة جميلة، يعني شباب عندهم إمكانيات، عندهم إمكانيات ما يعني كنقول محمودة. بالنسبة لهذا الجهد كما كتعرفوا كيعود اللجنة التقنية ولا المدربين ولا المؤطرين ديالهم اللي عملوا واحد الجهد في هذا المونديالتو كامل. كذلك عاوتاني كيرجع الاخوان كما قلت في اللجنة التقنية اللي كان على الرأس ديالها السي رشيد والسي احمد رقون العربي الحسن، باش ما ننساش شي واحد، يعني كاملين الاخوان كاملين عملوا واحد الجهد كبير باش عطاو هذا المنتوج هذا، بالاضافة الى المؤطرين ديالهم. وما نساوش لان اضافه الى المونديالتو الاخوان اللي سهروا كذلك على التنظيم ديال المونديالتو كذلك، حتى هو يعني باش عطاو الحافز لهذا الشباب هذو.
اللي بغيت نقول ونزيد القول، المباراة اليوم ما كانتش يعني كان ناقصها شوية الانسجام، بالإضافة إلى ذلك أنهم لعبوا مع نادي متمرس عنده إمكانيات، كما كتعرف أنت في العريش كاين هذا المشكل، هذا ما كاينش الإمكانيات، ما كاينش بزاف الحاجات. وبالإضافة إلى هذا الشيء كامل هو أن هذه المجموعة كما شهادات من الإخوان في الفتح أنهم مجموعة يعني متميزة، وهذا الشيء كيفرح، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يعني بهاد الوليدات نمشيو بعيد، ويعني وياخذوا بيدهم حتى الامناء كذلك والاخوان اللي على في الخارج انهم يزيدوا يكملوا مع هاد الاخوان هادو مع هاد الشباب، لانه كما قلنا في الاول طاقات يعني جميله وقويه. وشكرا للفجر سبور، وتحيه رياضيه طيبه للجميع الاخوان يساهموا في هذا العرس الكروي الشيق الممتاز من بعيد او قريب، وتحيه للجميع اللي ساند المنتخب الصغير ديال القضي اللي كيمثل مدينه العرائش. كنشكروا هذا خيرشي بزاف على هذا الشيء هذا وهذه المبادره هذه، واخوان ديالنا كاملين بهم اللي ساندونا وهذه المبادره. الحمد لله راه خير رشيد، كنشكرك بزاف، الحمد لله تبارك الله عليك خير رشيد، كنشكرك بزاف، شكرا على خير رشيد بزاف، شكرا اخا، شكرا خير رشيد، تحياتي خير رشيد. انا ضد الفتح الرباطي اللي كانوا هما منسجمين علينا في هذا النهائي بالانسجام، حيت حنا اول ماتش عندنا في هذه المباراه كان اول مره كنلعبوا مع بعضياتنا عليها، كنا ما منسجمينش مع بعضياتنا، وان شاء الله مع الترينر نكونوا في احسن. والمباراه دازت في اجواء الروح الرياضيه، وهما دابا حنا كنعاودنا الحمد لله كنا نقدروا نربحوا ولا نقدروا نسباطروا معاهم، ولكن هما كانوا عندهم شويه ديال اللياقه البدنيه وشويه ديال التكنيك، وتبارك الله عندهم تفكتيف مسنسين مع بعضيتهم كيلعبوا الكره، ولكن حنا اول مره رانا نتلاقاو مع بعضيتنا عليه. ولكن كنشكر اللاعبين كاملين قاموا بالمسؤوليه ديالهم وتقاتلوا عليها. وبالنسبه للتيرانات تبارك الله راه عندهم تيرانات وما عندهم اكاديميه كيخدموا، عندهم الناس اللي كتدعم كتخدم، وكنتمنوا من الناس العرايش هيدا تنوض وتجتهد، حيت راه ما عندناش التيرانات، راه وكانوا التيرانات وشي حاجه بحال هيدا راه كنا نترينارو، راه فرقه عاديه الحمد لله كاينه شي لعابه هنايا والله ما عندهم هم، عند كاين اللعابه اللي يكونوا معاهم في الفرق وشي حاجه محسن، ولكن للاسف راه ما كايناش شي. ايوا كنشكر جميع الامناء اللي بالمهجر، وكنشكر القناه الفجر سبورت اللي شات معنا باش دارت معنا التغطيه في هذه المباراه، وشكرا.